الرسالة التي يمكن أن أوجهها اليوم للناخبين بدائرة المنارة بمراكش وبجميع الدوائر، وأن يستشعروا هذه اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد، وأن مطلوب منهم أن يهبوا يعني بجميع أصنافهم وشرائحهم نساء ورجالا وشبابا إلى التصويت، إلى التعبير عن أصواتهم، وأن لا يتقاعسوا يوم التصويت عن أداء هذا الواجب الوطني اليوم الذي سيكون فاصلا في تاريخ المغرب بالنسبة إلينا. ولذلك فمهمتهم هو أن يتحملوا كذلك مسؤولياتهم تجاه جميع المرشحين، وأن يحددوا توجههم، وأن يصوتوا بكثافة على مرشحهم المفضل وعلى حزبهم المفضل في المرحلة المقبلة. هذه الرسالة التي أريد أن أوجهها للناخبين، وأن كذلك أن يواكبوا هذه الحملة، وأن يترصدوا كثير من المرشحين الذين يسعون للإخلال بالمواثيق والإخلال بالقوانين الانتخابية واستعمال أساليب غير القانونية وغير الشرعية يعني في الانتخابات، وأن لا يستمعوا لأولئك المفسدين الذين رجعوا من جديد بنفس الوجوه وبنفس الطرائق وبنفس الأساليب، أن لا ينصتوا إليهم، وأن لا يحددوا موقفهم منهم، وأن يبعدوهم عنهم، وأن يجعلوا إن شاء الله هذه المرحلة وهذه يعني المرحلة تكون مرحلة إن شاء الله فاصلة في تاريخ المغرب من أجل مستقبل بلدنا ومستقبل وطننا وأبنائنا إن شاء الله.